مش اطول منك. مش اطول لازم كلام كبير ولا مزوق، المهم ان هو يبقى كلام بالقلب يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله. احنا مجموعة من الشباب المصري، هدفنا ان احنا نزود التوعية، نزود الوعي في الشارع المصري لاخواننا في سوريا. المشكلة ان اخواننا في سوريا حاسين ان محدش معاهم، حاسين ان هم لوحدهم. مشكلة مش بس دعم مادي او غاسي او اي حاجة من الحاجات دي، المهم ان يحسوا ان الشباب المصري اللي هم اتحركوا لما شافوا الشباب في مصر بيتحرك، لما هم يحسوا ان الشباب موجود معاهم. كتبت له معايا قرآنية. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، هو ده المفروض. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. لما يحسوا ان الشباب في مصر بيتحرك معاهم، دي لوحدها كفايه. واحنا بنتابع وبنشوف قد ايه اي تحرك في مصر بسيط بيأثر كتير جدا في اخواننا في سوريا. ايام الانتخابات كانوا معانا، بالرغم من كل اللي هم فيه كانوا بقلبهم معانا وبيدعوا وخايفين ان نظام مبارك يرجع تاني، لنظام الطغيان يرجع تاني، لان هم لما صاروا ضد الطغيان، ما صاروش ضد عقيده ولا اي حاجه، غير ان كان في ظالم، حاكم ظالم بيستغلهم وبينتهك حرياتهم كبني ادمين. واحنا هنا ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنشارك اخواننا في سوريا باقل حاجه ممكن نعملها، ولو جواب مش هياخد منك دقيقه واحده بس، لاخواننا في سوريا. جزاكم الله خير. يعني ان شاء الله ممكن تبقى في انشطه اكبر يعني لضم عدد يعني في احنا ان شاء الله احنا عملنا مجموعه موجوده، وفي عندنا صفحه موجوده على الفيسبوك، وان شاء الله هيكون في فعاليات اكتر. احنا عندنا كمان فعاليه ان شاء الله يوم الجمعه، اول يوم في رمضان هيبقى في مليونيه، صلاه الفجر المليونيه ان شاء الله هيبقى في مسجد النور في العباسيه، تمام؟ ان شاء الله هنعملها في اكتر من مسجد في حوالين العالم العربي باذن الله ان شاء الله، بحيث ان احنا نكثف يعني الدعاء. اول يوم في رمضان فجر اول يوم في رمضان ان شاء الله. دي المبادره دي مش احرار مصر بس هي اللي عاملاها،
في حركات تانية كتير، في حركات تانية كتير هي اللي عاملة المبادرة دي، تمام؟ واحنا هنشارك معاهم ان شاء الله باذن الله. عايز تكتب اسمك عشان بس بقى سيبوا يا اخي تعالوا شويه، بص طلع كل الدعم ده. عامل ايه؟ طلع ايه؟